طبعا رتبتها، وبشر الصابرين. بس انتظر تنشف حتى اسوي الخلفية. يعني راح اقلبها وحتى اسوي لها خلفية بألوان تناسبها. طبعا قالبها اني هذه وحددتها حتى ابدي. كملت على هذا الشكل مثل ما تشوفون. طبعا سويتها على شكل دمعة يعني تنزل، وبشر الصابرين. هذه كملت، واتمنى نالت اعجابكم، وانتظر ملاحظاتكم على اليوتيوب. تحياتي.